للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد. صباح الخير عمر. عمر، دخلنا الصمت الانتخابي وساعات والترقب لبدء التصويت في الجولة الثانية في داخل تركيا، كيف هي الأجواء لديك الآن وخاصة في أنقرة عمر؟ نعم أمل، صباح الخير. بالفعل تركيا ستدخل اليوم الصمت الانتخابي عند الساعة 6 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي، وبعد الساعة 6 مساء لن يستطيع أي من الأحزاب السياسية أو لن يستطيع أحد حتى الحديث عن الانتخابات والتعليق على نتائج لها، نتائج محتملة أو تناول استطلاعات الرأي وما إلى ذلك، حتى الساعة 6 من اليوم التالي عندما تبدأ اللجنة العليا للانتخابات في بث النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز الأصوات. يتوقع أن تكون عملية الفرز سريعة جدا هذه المرة، وأن تنتهي حتى ربما قبل منتصف الليل من يوم الغد، بسبب أن الانتخابات بسيطة هذه المرة، وطبعا مرشحين فقط لهذه الانتخابات. ستكون انتخابات، هي الانتخابات المصيرية هنا في تركيا، توصف بأنها تاريخية مصيرية من جميع الأطراف. طيب، حجم المشاركة في الخارج حقيقة شكل مفاجأة بالنسبة للكثير من المراقبين هنا، وبالتالي ينتظر. لماذا أتحسب المراقبين عمر واعذرني مقاطعتك، لماذا أتحسب المراقبين أن هنالك رقم قياسي للناخبين في الخارج بجولة الإعادة؟ وبالفعل هو رقم قياسي أمل، نحن نتحدث عن أكثر من 1,900,000 صوت تم التصويت بها في الخارج، ولا تزال هذه العملية مستمرة فقط عند البوابات الحدودية، وهذا يعني أنه لغاية يوم غد ربما يقترب الرقم من 2,000,000 شخص، وهذا رقم قياسي تاريخي. ما قصدته في مستوى الانتخابات، ما الذي دفع في الخارج ما الذي دفع الناخبين في الخارج اليوم ربما إلى التوجه أكثر بجولة الإعادة من الجولة الأولى؟ ما التخوف؟ ما الآمال؟ ما الذي يريدونه؟ هنا نعم أمل، هنا القسمين حقيقة، من ناحية المؤيدين لحزب العدالة والتنمية يبدو أنهم يستمعون إلى تحذيرات الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم التراخي في هذه الانتخابات والذهاب بكثافة إلى صندوق الاقتراع، وبالتالي هناك تخوف من أن نتيجة الانتخابات 14 من مايو ربما تتغير لصالح المعارضة، وبالتالي هناك كثافة من قبل مؤيدي حزب العدالة والتنمية. على الجانب الآخر أيضا مؤيدي المعارضة أيضا يبدو أن لديهم الأمل موجود لديهم، لا يزال الأمل موجود لديهم بإجراء التغيير في البلاد، وبالتالي هناك أيضا كثافة من جانب المعارضة أيضا للذهاب إلى صندوق الاقتراع ووضع الأصوات فيه، لذلك هذه الصورة لم تكن متوقعة حقيقة. صحيح. من أي أحد في تركيا هنا، ولكن جاءت مخالفة للتوقعات. طيب. ويعني هي تبشر بنسبة مشاركة أيضا في الداخل التركي. عمر، كما أشرت متوقع أن تكون العملية أسرع بكثير من الجولة الأولى، ومع هذا هل في ترتيبات مختلفة أو تحضيرات مختلفة للجولة الثانية؟ التحضيرات بالنسبة للتحضيرات هي مشابهة عمليا، سوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإغلاق صناديق الاقتراع في 5 مساء، وبعد الساعة 6 وحتى 9 حسب المعلن لن تستطيع أي محطة أو وسيلة إعلامية من بث أي نتائج للانتخابات حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الأولية، ولكن كما ذكرنا العملية لأنها بسيطة فربما نشهد بعد ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع أو ساعة ونصف على الأكثر بدء ظهور النتائج الأولية للانتخابات، ومتوقع أن خلال 4 ساعات أو 5 ساعات على الأكثر أن يتم الانتهاء تماما من عملية فرز الأصوات في معظم الدول التركية، بالإضافة ل
الأصوات التي قدمت من الخارج، سيتم فرزها أيضا يوم الغد عند إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عملية الفرز. عمر، يعني ربما اختلفت يعني الحملة الانتخابية أو الخطابات في فترة التي تخللتها من بعد انتهاء الجولة الأولى وصولا إلى جولة الإعادة ما بين المرشحين. كيف ترى اليوم أو تلمس الشارع التركي؟ بحالة من ربما الاحتقان أم بحالة من الارتياح؟ كيف هو اليوم الشارع التركي وهو يدخل يعني المحطة الأخيرة من الانتخابات التركية؟ يعني أمل، هناك حالة استقطاب فريدة وكبيرة جدا حقيقة في الشارع التركي، هي نتيجة للخطابات السياسية التي كانت حادة جدا خصوصا في الجولة الثانية. نحن شهدنا هنا الكثير من الاتهامات في موضوع التعاون مع الإرهاب وموضوع يعني العمالة للمنظمات الإرهابية وغيرها. هنا في تركيا عندما يعني نسمع بكل بساطة كل شخص يستطيع بكل أريحية أن يتهم آخر بأنه يدعم المنظمات الإرهابية، طبعا كل هذه الأقاويل مرتبطة بالخطاب السياسي. يعني بالجولة الثانية بعد أن أفرزت صناديق الاقتراع العامل القومي بالشكل الأبرز، لذلك اتجه يعني مرشح المعارضة إلى عملية الدفاع عن نفسه في موضوع إلصاق تهمة التعاون مع المنظمات الإرهابية به من قبل الرئيس أردوغان، وأصبح كلامه أكثر حدة وأصبح يدافع عن نفسه بطريقة يعني يحاول حتى المبادرة بالتوجه إلى الرئيس أردوغان واتهامه أيضا بأنه هو من يمتلك مفاتيح المنظمات الإرهابية. وبالتالي يعني العملية اليوم يعني منقسمة إلى شقين أساسيين، الأول هو مكافحة الإرهاب والشق الثاني هو موضوع اللاجئين. هناك يعني أقاويل وخطابات حادة نوعا ما تجاه موضوع اللاجئين وإمكانية ترحيلهم من قبل المعارضة، بالإضافة إلى أن هذا الموضوع أيضا موجود من قبل الحكومة التركية ولكن بحدة أو بكلام مخفف أكثر، أي أنهم سيقومون بإرسال اللاجئين ولكن طواعية وبعد تأمين حاجياتهم الأساسية في سوريا على سبيل المثال. كل هذه الأقاويل موجودة، ولكن الأهم في الموضوع وهو الأزمة الاقتصادية غائبة تماما عن المشهد، يعني الموضوع مشهد الانتخابي ومشهد الدعاية الانتخابية. الأزمة الاقتصادية غائبة ولا أحد يستطيع الحديث عنها حاليا، رغم أن المواطن يعاني بالدرجة الأولى من الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة والتضخم الموجود حاليا. إذن فيما يعانيها المواطن التركي اليوم عمر، وتقاذف وتبادل الاتهامات بين المرشحين فيما يتعلق بملفات عديدة، أولها كما أشرت الارتباط بالإرهاب أو يعني دعم الإرهاب، كيف كان وقعه على المواطن التركي هذه التصريحات أو هذه الدعايات الانتخابية من عمليات شحن أو تشنج اليوم في الشارع التركي لدى المواطن التركي؟ تلقفها فعلا وتشربها أم أن همومه، ونحن نصل إلى ساعات أخيرة ليوم الانتخابات، همومه كانت أبعد من القومية ومن الاتهامات التي يتقاذفها المرشحان؟ حقيقة أمل، يعني شهدنا العديد من المواطنين الذين لا يستطيعون يعني أو لا يعرفون سوى الكلام الذي يقوله الرئيس أردوغان. هنا العامل الإعلامي والعنصر الإعلامي مهم جدا، أكثر من 90% من وسائل الإعلام التركية تؤيد الحكومة التركية، وبالتالي الكلام الذي يقوله والخطابات التي يؤديها الرئيس أردوغان تكون منتشرة بكثرة، حتى أن المعارضة يعني لم تلقي الاهتمام الكافي لموضوع الرد على هذه الانتخابات في الجولة الأولى، وكانت تعتقد المعارضة كانت تعتقد بأن كلام الرئيس أردوغان سيفهمه الناخب بكل تأكيد ولن يعطيه أي أهمية في صناديق الاقتراع، ولكن النتيجة كانت مغايرة. الناخب التركي قال أن الوطن هو الأهم، ولن
يعني أفدي الاقتصاد بالإرهاب أو بموضوع تسليم البلاد إلى المنظمات الإرهابية. يعني الاقتصاد نعم سيء وغلاء المعيشة موجود، ولكن كل هذه الأمور هي مؤقتة وسوف تتحسن بكل تأكيد. هذا ما يركز عليه الناخب الذي هو مؤيد طبعا بكل تأكيد.